السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلاب الأعزاء. اليوم إن شاء الله سنبدأ في ليكتشر 26، المحاضرة 26 من كتاب أب أند أواي ليفل 3، وسنبدأ إن شاء الله في بيج 67 بعنوان Everything Nothing. Everything كلمة مركبة بمعنى كل شيء، Nothing كلمة أيضا مركبة بمعنى لا شيء. سنتعرف على استخدام Everything و Nothing في أمثلة موضحة بالصور. ننظر إلى picture 1، الصورة الأولى. Everything is on the table، كل شيء موجود على الطاولة كما موضح. في الصورة المقابلة Nothing is on the chair، لا شيء على الكرسي، كرسي ما فيش أي شيء عليه فقلنا Nothing. عند وصف أشياء موجودة قلنا Everything، وعند وصف أشياء غير موجودة قلنا Nothing بمعنى لا شيء. Picture 2، الصورة الأولى. Everything is in the car، كل شيء موجود داخل السيارة، يعني كل شيء بالسيارة. الصورة المقابلة Nothing is in the truck، لا شيء داخل الشاحنة كما موضح بالصورة، لا يوجد داخلها شيء. Picture 3، Everything is on the shelf، يعني كل شيء على الرف كما موضح بالصورة. الصورة المقابلة Nothing is in the cupboard، لا شيء على الدولاب، لا في شيء موجود داخل الدولاب كما موضح بالصورة. Number 4، Everything is on the ground، كل شيء على الأرض كما موضح بالصورة. الصورة المقابلة Nothing is in the bag، ما لا يوجد شيء داخل الحقيبة كما موضح بالصورة أو داخل الشنطة. يبقى إذن Everything بمعنى كل شيء، Nothing بمعنى لا شيء. ننتقل إلى بيج 68. Everyone no one، Everyone بمعنى كل شخص أو الجميع، no one لا أحد. أمثلة موضحة بالصور. Picture 1، الصورة الأولى. جملتين، الجملة الأولى Everyone is at the front of the theater، يعني كل شخص أو الجميع في مقدمة المسرح كما نرى، كلمة theater بمعنى مسرح. الجملة الثانية No one is at the back of the theater، يعني لا يوجد أحد في الخلف، يعني الجميع Everyone في الأمام، ونو وان لا أحد موجود at the back يعني في الخلف. Picture 2، الصورة الثانية. Everyone has a hamburger، الجميع، everyone المقصود بالجميع أو الكل، يتناول الهمبرجر. No one has a hot dog، لا أحد يتناول hot dog. ننظر إلى الصورة، everyone الجميع يتناولون الهمبرجر، No one has a hot dog، مفيش حد معاه hot dog. Picture 3، صورة 3. Everyone is in the kitchen، الجميع أو الكل موجود بالمطبخ كما موضح بالصورة. No one is in the living room، مفيش حد في غرفة المعيشة. Living room معناه غرفة المعيشة كما موضح بالصورة، مش موجود أحد، الجميع موجود داخل المطبخ. Picture 4، Everyone is in the water، يعني الجميع في المية أو الكل موجود داخل المية كما موضح بالصورة. No one is on the beach، لا يوجد أحد على beach معناها الشاطئ، يبقى الجميع في المية، ما فيش حد موجود على الشاطئ. إذن كلمة everyone بمعنى الجميع وno one بمعنى لا أحد. انتهت محاضرة اليوم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.